مشاريع قوانين واقتراح قانون لتطوير الإدارة اللبنانية. مخابرات الجيش منفذة جريمة حدثت بعلبك التي ذهب ضحيتها محمد صبحي زعيتر وابنه، فيما الزوجة بحال خطرة. ملابسات جريمة القتل في هذا التقرير. الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية باشروا تحركاتهم ونفذوا قرار تعليق الدروس الذي سيستمر حتى الأربعاء المقبل. تقرير هنا برح. الاجتماعي من أجل حرية المرأة وحقوقها. إسرائيل والفصائل الفلسطينية في حرب صواريخ جديدة مع ارتفاع منسوب التوتر في اليومين الماضيين من القدس. تقرير مجد الحلبي. أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قانونا بالعفو العام والشامل، تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم. أعلنت كوريا الشمالية أنها تملك صواريخ استراتيجية قادرة على ضرب أراضي الولايات مقابل قوة نووية وصاروخ مقابل صاروخ. في بلجيكا حادث سير غريب من نوعه وقع عندما فقد لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 25 عاما السيطرة على سيارته، ما أدى إلى بهذا. نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة. ننتقل الآن إلى الزميلة مجدلة خطار. مجدلة صباح الخير. صباح الخير شوطار. الرتب والرواتب. والأغرب أن أوساطا حكومية استهجنت إصرار هذه الفئات على الإضراب وعلى التهديد بالإضراب بدءا من يوم أمس وصولا إلى الإضراب الشامل في القطاع العام منتصف الأسبوع. تزامنا خرج حزب الله عن صمته نافيا أي علاقة له باغتيال الشهيد جبران تويني أو ما عرف بالمهمة 213 التي خططت لها المخابرات السورية ونفذها الحزب بحسب وثائق العربية. أما في موضوع الانتخابي، لفتت معلومات مسربة من محيط الرئيس بري غير مفاجئة بقدر ما هي محبطة، توحي بأن قانون الانتخاب في جيبه وكل ما يجري في البرلمان مضيعة للوقت. والقانون المفاجئة ما غير سعيد الذكر، قانون 60. في غضون ذلك، أثار التوتر الذي شهدته الحدود الشمالية مع سوريا مخاوف متجددة من اتساع المعارك العسكرية في الجانب السوري المحاذي للحدود وتمددها إلى لبنان. فقد تعرض مركز الأمن العام القديم عند بلدة العبودية الحدودية الشمالية لرشقات غزيرة من أسلحة رشاش كرامة الإسلام والمسلمين. أكد مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني أن تغلغل طائرة من دون طيار على ما أدلى به بعض شخصيات 14 أدار في قضية اغتيال نائب جبران تويني. وجاء في بيان الحزب كانت أغلب الاتهامات. ولم يكن مفاجئا استناد من برع في فبركة شهود الزور إلى وثائق مزورة طعن فيها حلفاؤه الإقليميون وعلى رأسهم القطريون والأتراك الذين اعتبروا أن وثائق العربية كاذبة ومفبركة ولا تستند إلى أي أساس. الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما إذا كان هناك مذكرة أمريكية وصلت إلى هؤلاء لتوتير الأوضاع. وختم إن حزب الله إذ ينفي أي علاقة له باغتيال التويني ينتظر أن يقول القضاء كلمته في هذا المجال. رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدة الذي يزور سوريا للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة أكد من حلب أن لقاءاته هي في خدمة الثورة. في دعوة تركيا لتسلم فاروق الشارع السلطة مرحليا، والقوات النظامية تحاول اقتحام القصير فيما استهدف انفجار مساء فرع المخابرات الجوية في حرستا بريف دمشق، بينما ارتفعت حصيلة قتل الاثنين إلى 170. أين رست سفينة النقاش الدائر حول قانون الانتخابات؟ وأين يقف الرئيس بري وكتلته من المشاريع المقدمة؟ تقرير منى صليبة. هذا وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حديث إلى السياسة الكويتية الآن أو نشوب نزاع عسكري في المنطقة. في السراي بحث مجلس الوزراء 7 مشاريع قوانين واقتراح قانون لتطوير الإدارة اللبنانية. لفت رئيس جبهة النضال الوطني النائب المتعاقدون في الجامعة اللبنانية باشروا تحركاتهم ونفذوا قرار تعليق الدروس الذي سيستمر حتى الأربعاء المقبل. تقرير هنادي رحمي. فلسطينية في حرب صواريخ جديدة مع ارتفاع منسوب التوتر في اليومين الماضيين من القدس. تقرير مجد الحلبي.
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قانونا بالعفو العام والشامل عن كل الأحقيق أو أمام المحاكم. أعلنت كوريا الشمالية أنها تملك صواريخ استراتيجية قادرة على وصاروخ مقابل صاروخ. في بلجيكا حادث سير غريب من نوعه وقع عندما فقد لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 25 عاما السيطرة على سيارة. والآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل جورج الصوتي. الأحوال الجوية مع الزميلة أليم درمان أبي عيدة. عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. وأن عطلا تقنيا يجري في هذه الأثناء، سنعود لمتابعة وقائع هذا المؤتمر فور جهوز الاتصال. مشاهدينا نعود إلى مبنى جريدة النهار لمتابعينا الكرام. لقد استمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب بطرس حرب مباشرة من مبنى النهار، والذي تناول فيه آخر التطورات المتعلقة في جريمة اغتيال الشهيد جبران التويني. توقف نائب حرب عند مضمون الوثيقة المسربة طالبا من التأكد من صحة البرقية، وقد تم تقديم مذكرة تتضمن ادعاء شخصيا على ضابطين من الجيش السوري التي وردت أسماؤهم في الوثيقة للتحقيق معهم. تابع حرب: لا نهدف إلى إطلاق الاتهام على أحد، لكن الهدف مواجهة كل من يحاول اغتيال لبنان، مؤكدا أن القضاء اللبناني سيتابع تحقيقاته، كما أن عائلة تويني ستتوجه إلى المحكمة الدولية لضم ملف تويني إلى ملفاتها. وتوقف حرب عند بيان حزب الله مؤكدا أن رفض حزب الله تسليم كوادره يعيق سير العدالة، مطالبا منه أن يسلم أيضا المتهمين باغتيال الحريري. وقال حرب: سنسعى إلى كشف كل الحقائق وأن لا حياة للبنان إذا استمر قتل الأحرار. إذا هذا أبرز ما قاله النائب بطرس حرب. تابعوا المزيد في نشرة بيروت اليوم بعد قليل. تهديد حزب الله بنقل المعركة إلى قلب الضاحية، وما قصة المعتقلين